هجيلك بالريسي. حضرتك طبعا من الصبح بتهيألي المصريين ما بيتكلموش غير عن الموضوع ده. عن الحفله اللي كانت موجوده فيها شيرين عبد الوهاب في الشقيقه لبنان في بيروت وهي على المسرح كالمعتاد كالمعتاد ما بتبقاش عارفه هي بتقول ايه، بتحب تهزر، بتحب تهرج، تحب مش عارف كذا، فيتحول التهريج الى هزيان. وهذه المره الهزيان تحول الى اساءه لمصر. بتغني ما بين الاغنيه والاغنيه الجمهور كالمعتاد متفاعل، فبيقول لها يا شيرين عايزين نسمع ما شربتش من نيلها، الاغنيه الشهيره بتاعتها اللي هي لما غنتها شيرين كلنا دمعنا وحسينا بالوطنيه، اغنيه رائعه واغنيه تدل على قمه الوطنيه. فلما الجمهور قال لها يا شيرين عايزين نسمع ما شربتش من نيلها، هزرت شيرين وقالت له اوعى تشرب من نيلها لا يجي لك بالهريسيا. ثم قالت له اشرب بعد كده ميه كذا، في ميه شهيره فرنسيه جدا وغاليه جدا معدنيه كده، فقالت له بلاش تشرب من نيلها يجي لك بالهريسيا، اشرب ميه اللي هي ايفيان دي. طبعا نكتة مش في محلها ونكتة سخيفة، بالإضافة إلى إسقاطها السياسي على مصر ونيل مصر اللي احنا بنفخر بيه، ده دول العالم بما فيهم لبنان، دول كل دول العالم بيحسدونا عن النيل اللي عندنا، نقوم احنا اللي نيجي نشوهه بإيدينا، نقوم احنا اللي نيجي نطمسه كده بإيدينا ونبين ان احنا تعبانين وعندنا فقر وعندنا جهل وعندنا ليه؟ ليه؟ وفيها إساءة للسياحة، ده الناس بتقول لك كنا بنردد دايما السايح لما يجي نقول له تعالى اللي بيشرب من ميه النيل مره لازم يرجع له تاني، تقوم انت شيرين تقولي له لو شربت هيجي لك بالهريسيا. فكانت الحقيقه صدمه شديده. النهارده مواقع التواصل كلها سلخه سلخه شيرين. الترند اللي متصدر تويتر النهارده هشرب من نيلها ومش هسمع شيرين. ده يرضيك يا شيرين؟